وفي كاتدرائية القديس مار أفرام للسريان الأرثوذكس بعمان أقيم قداس إلهي بمناسبة الأحد الجديد بحسب الطقس السرياني ووفق التقويم الشرقي لدى الكنيسة السريانية. ترأس القداس نيافة المطران مار أنتيموس جاك يعقوب النائب البطريركي لأبرشية القدس والأردن وسائر الديار المقدسة، وعاونه في الخدمة الأب الربان بنيامين شمعون كاهن رعية السريان الأرثوذكس في عمان بمشاركة جوقة الكنيسة التي قدمت باقة من الترانيم الروحية بحضور جمع من أبناء الرعية. وفي عظته تحدث المطران جاك يعقوب عن القيامة دعا فيها المؤمنين إلى الفرح بهذا اليوم الذي هو اختبار لحياتنا، كما تطرق إلى تفسير الروح القدس ووظيفته في إعادة الخلق من جديد وإعادة كل شيء إلى ما كان عليه. وخلال القداس تلا سيادته مرنما الإنجيل المقدس الخاص بهذا الأحد، وختم بتقديم الشكر لقناة نورسات لاهتمامها بتغطية المناسبات المسيحية. ماذا سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم جوع أم عطش أم عري أم وآخر موت؟ بعد ما قام المسيح ما حدا شيء رح يخوفني ولا حدا رح يخليني اتراجع عن محبة المسيح. خلي تكون ثقتنا ورجاءنا في المسيح القائم بين الأموات في هذا اليوم اختبار شخصي بحياتنا، ولإلهنا كل المجد إلى الأبد. آمين.